هذا رفعت العقوبة الحبسية في الدول العمومية إلى 15 سنة بمعنى الإقرار بالتجار بالبشر ولا تصل إلى أقصاها ولم يكن جبر الضرر في موازاة الأفعال التي ارتكبها بوجهين. ولكن على كل حال كيبقى هذا الحكم الصادر اليوم أكد بما لا يداه شك ثبوت الأفعال بشكل نهائي وقطعي في حقه. حنايا غير راضين عنه وسنقوم بالتصريح بالنقد. غرامات الضحايا الغرامات شوف ولو تصل ما وصلت إليه لن تصل إلى مستوى الأضرار التي لحقت بالضحايا وذويهم والمجتمع، لأن هذا القانون التجارة البشر جاءته الحكومة وصدق عليه البرلمان، هذا أضر بالناس أضر بالضحايا. غرامات هي لفائدة الدولة والتعويض عن الضرر ليس في المستوى الذي كنا نتوقعه الذي طالبنا به ابتدائيا لا أتذكر، ولكن على كل حال أنا بالنسبة لي غير راضي عن هذا الحكم.